من اجل فلسطين، من اجل الاقصى الذي يستباح الان. الاسير معتصم رداد الذي تقه معتصم رداد، من لا يعرف معتصم رداد فليذهب الى جنين وليسأل من هو معتصم رداد. في الثبات والصمود ان شاء الله نصبر انفسنا واياكم مع وقف التضامن. نحن كعائلة حقيقة متخوفين على وضع منتصر معتصم، معتصم يعاني المرض الشديد ويعاني الالام ويعاني سرطان من القولون. نحن حقيقة قلقون جدا، ونتوجه الى جميع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر والاحمر وكل من لديه القدرة على مساعدة منتصر على أن ينتصر لنفسه، لأننا نخشى أن يخرج إلينا رقم 208. بتنا نخاف هذا الرقم حقيقة. معتصم يعاني آلام السجون وآلام القيد وآلام المرض في كبده، وفي عنده أزمة في التنفس، وعنده آلام في الأمعاء الدقيقة، حيث أنه كررت له عملية جراحية بقص ما يقارب 70 إلى 80% من أمعائه، ولقد حاربوه نفسيا عندما كرر له عملية وأخذوه إلى المستشفى. حينما وصل المستشفى وقد جهزوا له غرفة العمليات، قالوا له لا نريد أن نعمل لك العملية الجراحية. ولذلك معتصم بات يعد في الأنفاس الأخيرة حقيقة، لا مجاملة في هذا الكلام ولا لمجرد الإعلام، إنما هذه حقيقة نخشى عليها من التقارير التي وردت إلينا من هيئات حقوق الإنسان. وشكرا. هو في حال خطر شديد، ولذلك سنعمل خلال الشهر القادم على تكثيف الجهود بما يكفل إطلاق سراحه، لأننا لا نؤمن بأن مصلحة السجون يمكن أن توفر العلاج الطبي اللازم لمعتصم، علما بأنه يعاني من مشاكل مركبة كثيرة، وبالتالي يحتاج أن يكون في مركز صحي متقدم أملا في إنقاذ حياته. آمل يعني قبل نهاية الشهر المقبل، شهر 6 المقبل، أن يكون قد تبلور حل يقود إلى إطلاق سراح معتصم.